معنا من الدوحة هاتفيا سيد خليل المقداد المعارض السوري المستقل. مرحبا بك سيد خليل. نبدأ من تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي قال إن مهمة بلاده لم تنتهي في سوريا وإن إيران وميليشياتها يجب أن ينسحبوا من سوريا، وهو ما ردت عليه الخارجية الإيرانية بأن وجودها في سوريا شرعي. إلى أين تذهب الأمور بين روسيا وإيران داخل المعسكر السوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم والأستاذ المشاهدين والمستمعين الكرام. طبعا الآن يمكننا القول أن إيران، وجود الإيراني في سوريا أصبح عبء على الجميع، وبالتالي فإن كافة الأطراف أصبحت تعمل باتجاه تحجيم النفوذ الإيراني وتقليم أظافر إيران في سوريا على الأقل حاليا. بومبيو اليوم أيضا في هذا السياق صرح وأصدر جملة مطالب 12 مطلبا تعتبر تعجيزية أيضا. إذا نحن أمام واقع ملموس، واقع تجسد على الأرض. كافة الأطراف الروسية الأمريكية الكيان الصهيوني أيضا جميعهم أجمعوا على تحجيم وتقليم أظافر إيران في المنطقة بعد أن انتفت الحاجة لوجودهم في سوريا، وبالتالي فإيران قد تخرج سارية بالضباط من المولد وبدون حمص كما يقال. هل هناك علاقة بين ربط اتفاق النظام مع تنظيم الدولة بالخروج الآمن من الحجر الأسود وهذا الصراع الذي يجري؟ لا طبعا، بكل تأكيد هذا يعني مسألة منفصلة تماما. تواجد تنظيم الدولة في الحجر الأسود وجزء من مخيم يرموك في التضامن والقدم يعني كان مسألة أخرى لا علاقة لها. بالمناسبة تنظيم الدولة لا علاقة له بكل هذه التفاهمات ولا يقيم لها وزنا. يعني حتى الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم يقال أن اتفاق سري، غير معلوم ما إذا كان اتفاق خروج المقاتلين أم خروج فقط الجرحى والنساء أو النساء التي اللاهي أفرج عنهن بصفقة مقابل جثث عناصر النظام وميليشيات المقاتلين. حسب الأخبار تقول مقاتلين يعني في المخيم. حسب الأخبار تقول مقاتلين للتنظيم. نعم نعم نعم، سمعنا كثيرا ولا زالت بالمناسبة الصورة غامضة، لا يمكن التكهن ولا إبداء الرأي حتى الآن في هذا الأمر. علينا أن ننتظر لأن هناك معلومات عن استئناف القصف والقتال في المخيم، يعني هذا للأمانة الصحفية أيضا. طيب، هناك أنباء أيضا عن تفجيرات واستهدافات مستمرة لمناطق تمركز الميليشيات الإيرانية في سوريا. إلى أي مدى يمكن القول أن هذا الاستهداف يعني قد جاء بضوء أخضر روسي؟ بكل تأكيد روسيا أيضا سعيدة، لأن إيران إن كانت ستحاصص أو ستأخذ حصتها من الكعكة السورية فستكون على حساب النظام وحساب روسيا. لذلك ليست فقط روسيا من هي سعيدة بتقليم أظافر إيران، أيضا النظام السوري يعني يبدو مستعدا للفكاك من السيطرة الإيرانية لأنها تسيطر على كافة مفاصل الدولة. وبالمناسبة روسيا وإيران هما من يقرر وهما من يصوغ السياسات ويتحكم بمجريات الأمور على الأرض. النظام وجوده شكلي فقط ومشرع ومبرر لوجود هذه القوات كافة. شكرا جزيلا لك من الدوحة المعارض السوري المستقل سيد خليل المقداد.